كثير مرشح الرئاسة، قد التقى بأحد من قيادات الإخوان المسلمين، وأنا أستطيع أن أجزم أن هذا غير وارد لدى أجندة الدكتور محمد مرسي وحملته في هذه الأونة. إذا كان هذا لم يرد عليها في الأونة السابقة فهذا ولا شك لن يرد في أجندتها في الأيام المقبلة قبل الانتخابات إن شاء الله. طيب دكتور، هل صحيح أن المجلس العسكري استدعى أحد القيادات الكبرى في الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة وحذره من رد الفعل الغاضب حول ما ستحكم به المحكمة الدستورية اليوم؟ هل يستطيع أحد؟ هل صحيح؟ السؤال تاني حضرتك، هل صحيح أن المجلس العسكري استدعى أحد القيادات الكبرى في جماعة الإخوان أو في حزب الحرية والعدالة وحذره من أي ردة فعل غير مسؤولة من الشباب الإخوان أو الحرية والعدالة حول حكم المحكمة الدستورية المنتظر اليوم؟ هذا الكلام ليس له يعني دليل او اساس حتى الان من الصحه. شباب الحرية والعدالة وحمد الدكتور محمد مرسي وشباب الاخوان المسلمين سيد الفاضل ليس في حاجه الى المجلس العسكري لكي يعني ينذرهم وكي يجلس معهم لكي يخبرهم بضروره احترام احكام القضاء واحكام المحكمه الدستوريه العليا. الاخوان المسلمون وحمد الدكتور محمد مرسي وشباب حزب الحريه والعداله مهيئون لذلك، اذ يرسلون رساله الى القضاء يؤكدون فيها احترامهم فيها، فانهم ايضا يرسلون رساله الى القضاء يؤكدون فيها ان يراعوا المتغيرات وان يراعوا حال البلاد والعباد وما الت اليه اذا ما يعني ترشح او اذا ما نجح احد المرشحين المحسوبين على النظام الاخر. ولكن بكل الاحوال اذا ما اصدرت المحكمه قرارها فان هذا يكون ملزما للجميع واولهم شباب حزب الحريه والعداله وشباب الاخوان المسلمين وشباب حمله الدكتور محمد مرسي. المتجمعون الان سيد الفاضل امام المحكمه الدستوريه العليا هم ليسوا من الاخوان المسلمين، هم يعني من فصائل نحسبها من الفصائل السياسيه المخلصه، ولكن قد يكون التعبير قد خانها قليلا او تكون الادوات والوسائل قد يعني لم تحالفها الحظ في ان تختار وسيلتها المناسبه. فمحكمه الدستوريه العليا في اعتى الدول الديمقراطيه لا يعني لا يقف امامها المتظاهرون او المحتجون لغي يعني يضغطوا عليها بشكل او باخر. نحن نؤكد من هنا دعمنا واحترامنا لاحكام القضاء ايا كانت، لان المؤسسه القضائيه هي صخره يعني تحطم عليها الدوله باكملها اذا ما تم التشكيك في نزاهتها، خاصه واذا كنا نتحدث عن المحكمه الدستوريه العليا التي هي اكبر سلطه في اكبر سلطه تشريعيه في البلاد. طيب دكتور، سؤال الاخير لحضرتك، بعد النتائج اللي شفناها في المرحله الاولى تصويت لبعض الاطراف الذين هم كانوا ضد الثوره، وبعد نتائج المصريين تصويت المصريين في الخارج في المرحله في الجوله الثانيه من الانتخابات، حمله الدكتور مرسي وانت فيها، هل انتم متفائلون بما يخص الوعي السياسي والانتخابي لقطاعات الشعب المصري في الداخل؟ والله يعني حقيقه يعني سيد فارس او سيد فارس، الفكره وما فيها ان المصريين بالخارج فعلا استشعروا الخطر واستشعروا يعني اعتقد ان الصوت بعيد شويه. انا عارف ايوه الصوت رجع تاني، اتفضل. هو كان صوت بعيد الفتره اللي فاتت. طيب بقول لحضرتك هو يعني المصريين بالخارج قد يكونوا يعني الواضح من النتيجه 75% للدكتور محمد مرسي و25% لشفيق، ان يكون المصريين بالخارج قد استشعروا يعني خطر المرحله الثانيه واهميتهم كمبشره من مبشرات الفوز ومبشرات النتيجه النهائيه في المرحله الثانيه اذا ما صوتوا بالخارج يعني سابقا لتصويتات المصريين داخل البلاد. طيب دكتور، المفاجآت تاتي دائما من الداخل. المفاجآت في التصويت تأتي من الداخل، هل أنتم متفائلون فيما يخص الوعي الانتخابي والسياسي لدى المواطنين المصريين في الداخل؟ هذا حقيقة يعني نحن متفائلون بقوة، ولكن هناك نقطة لابد أن ننوه لها، أن المصريين بالداخل عليهم حق كبير في يعني في حسم تلك المرحلة وفي حسم تلك الجولة وفي حسم يعني نجاح الثورة من عدمها. المتامل يعني المتامل لحال النتائج الانتخابات الرئاسيه خارج مصر يجد ان على الرغم من التفوق الملحوظ للدكتور محمد مرسي الا ان تفوق يعني او زياده عدد المصوتين للمرشح احمد شفيق في الجوله الاولى مقارنه بالجوله الثانيه هو امر ملحوظ ايضا، على الرغم
من انخفاض النسبه التي حصل عليها في المجمل النهائي، ولكن هناك زياده في المرحله الاولى او في الجوله الاولى عن الجوله الثانيه اذا ما تحدثنا بلغه الارقام. وهذا يعني في مجمله هو تقوم الدكتور محمد مرسي ولله الحمد، ولكن يظل العمل تقوم وليس الاتكال الى النتيجه التي حصلنا عليها في الخارج، لانها وان كانت تحمل مؤشرا ظاهريا وحقيقيا بصوت الدكتور مرسي وبنجاحه، الا انها تحمل في طياتها رساله وهي ارتفاع مرشحي او المصوتين للحمد شفيق، وهو ما يدفعنا الى العمل اكثر في جو كما قلت من التفاؤل ان شاء الله يعني يكلل بنجاحنا في باذن الله. وهذه النقطه لها دلالتها سنناقشها مع الدكتور صلاح ان شاء الله حالا. دكتور محمد كمال من حمله الدكتور مرسي بنشكر حضرتك على هذه المداخله. دكتور حقيقه انا عندي كذا نقطه، يعني منها نقطة قالها الدكتور محمد كمان دلوقتي ده أنا هبدأ بيها في الخارج قبل ما نخش المفاجآت بتاعة الداخل. في الخارج نسبة يعني النسبة محسومة بقدر كبير جدا، 75% للدكتور مرسي و 25% للدكتور للفريق شفيق. في نفس اللي كانوا رشحوا للفريق شفيق في الجولة الأولى كثير ممن رشحوا له في الجولة الثانية. هذه الزيادة هل تدل في وجهة نظر حضرتك على شيء؟ والله شوف أنا أظن أنه إرباك المشهد في الجولة الأولى وتعدد المرشحين في المشهد الأول رغم اتفاق بعض رؤاهم في التوجه العام سواء كانوا بيتبنوا الاتجاه الإسلامي أو بعضهم بيتبنى الاتجاه يعني اتجاهات مختلفة، كان أحد الأسباب أن المشهد لم يكن واضح في الجولة الأولى. الجولة الثانية أصبح ما بين اثنين، وبالتالي الخيارات جاية واضحة جدا. التصويتات الموجودة في المجتمعات الغربية، التصويتات اللي في داخل إسرائيل رغم أنها عشرة يعني أعداد على الأصابع، عطية بالكامل حتى سموها 0 مقابل 100 للفريق أحمد شفيق في إسرائيل. دكتور مرسي يعني فالصفر ده يعني يعطي دلالة للبسطاء من أبناء هذا الوطن، ردا على بعض التلفيقات والافتراءات التي تدور في وسائل الإعلام أنه المجتمع الخارجي وأن العناصر الدولية اتفقت على أنها تدعم الدكتور مرسي. هذا كذب وهذا افتراء لا يمت بالصلة للحقيقة، والدليل نتائج الانتخابات الحقيقي الذي ظهر أنه الأصوات اللي خدها الدكتور محمد مرسي معظمها في العالم العربي، معظمها في دول الخليج اللي هي عطت ورجحت الكفة، بينما المشهد أنا أظن الخارج مؤشر بسيط إنما لا يعبر عن حقيقة ما سيأتي به المشهد في الجولة الأولى. نتمنى أن نسأل عن الشكوك التي حتى الأمس ربما اللجنة العليا للانتخابات لم تسلم أي من المرشحين أسطوانة الأسماء خاصة بالمنتخبين، الناس اللي هتصوت. دكتور حاتم جيت وقال ده معلومات سرية، ودي علامات كيف تكون سرية؟ يعني كيف تعطى للناس في أي جولة وتمنع ويمنعوا عنها الآن؟ إيه السرية؟ إيه السرية اللي فيها؟ الأخ الحبيب جزء من التربية على الوعي السياسي أن يشعر المنتخب والمنتخب بحرية بحقه وحق دستوري، وهذا حق طبيعي أن أنا أطلع على أسماء من هم موجودين في دائرتي أو موجودين في مجتمعي عشان أطمئن ولا أشكك. أنا عايز أروح للأخ عبد الرحمن بشكل سريع جدا اللي اتصل في الأزهر. لا أجيب فقط عن مسألة الأزهر، في الأزهر مهمش على مر التاريخ، وجزء من ساهموا في تهميشه هي القيادات الأزهر نفسها، وهذا أمر يحتاج منا إلى إعادة نظر، إضافة إلى طبيعة النظام السياسي الذي أقصى تماما الأزهر عن ممارسة الدور، وبالتالي بان التعليم العام ده حاجة حلوة، التعليم الأزهري ده حاجة ده عيب ما ينفعش. مسألة الدين في الدين والسياسة، الدولة المدنية دولة لا يمكن الحديث فيها عن فصل بين الدين والسياسة. الأمة التي أمر بها المولى سبحانه وتعالى هي أمة تعي سياستها وتعي دينها جيدا، أما الفصل فقد أجده أتباع المنهج العلماني دون وعي ودون إدراك ودون فهم، ولقصور أيضا في التربية السياسية وعدم الفهم لحقيقة هذا الإسلام الذي يستوعب الجميع ولا يمكن أن يكون متعصبا لأحد أبدا أبدا. وهذا الفصل بين الدين والسياسة عند وضعه ده يخص الدولة اللي كانوا عايشين فيها وسيطرة الكنيسة في المجتمعات الأوروبية على الحكم، فافصل ما بين دي بالضبط وبين دي. الأصل أخي الحبيب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نحن في حاجة في هذا المجتمع إلى تأصيل أدب الحوار وأدب الاختلاف على مستوى الإعلام
الذي شوش الرأي العام كما أخبرت في مداخلتك الأولى، الرأي العام الذي استخدم تجاهه بعد إذن حضرتك آليات غريبة جدا، على رأسها ما استخدمه المجلس العسكري لتهميش الثورة، ضمن الآليات التي استخدمت وتسببت في أن الناس دي تدخل بهذا التصويت العالي جدا لخصوم الثورة، كان كما أوردها الأستاذ دكتور سيف الدين عبد الفتاح في مقاله بالأمس في الشروق، آلية صناعة الفرقة بين القوى السياسية، وده ظهر قوي ما بين الأحزاب وبين الجماعات وبين الائتلافات، آلية صناعة الفوضى في شكل انفلات أمني مبرمج وممنهج. طيب استاذ حضرتك معنا اتصال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم محمد الدكتور محمد مرسي. دكتور ياسر السلام عليكم. دكتور ياسر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصفه حضرتك متحدث الرسمي باسم حمله الدكتور مرسي، ما رد فعل حمله الدكتور مرسي حول قرار وزير العدل اللي صدر بالامس بانه سيتم نشر قوات العسكريه الشرطه العسكريه وقوات من المخابرات الحربية والسماح لها بالقبض على المواطنين المدنيين، كيف يعني كيف ترون هذا الأمر في حملة الدكتور مرسي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة احنا قابلنا القرار بالأمس بعلامة استفهام حول توقيت القرار أولا، ولماذا هذا القرار في هذا الوقت، وكان هناك تصريح الدكتور عصام العريان مصطفى نائب رئيس الحزب تحدث فيها انه هذا القرار يجب ان يكون تحت رقابه البرلمان من حيث الاصدار، لانه كيف اصدر الوزير هذا القرار، والنقطه الثانيه في التطبيق. ولكن ايضا اليوم احنا اول ما طعنا على هذا القرار واعتبرنا هذا القرار يعني مثير للاستغراب في هذا التوقيت، بعد ان تم الغاء قانون الطوارئ، وهل ده اعاد مره اخرى قانون الطوارئ ام يعني في علامات استفهام كثيره ظهرت الحمله بالامس في وسائل الاعلام. طيب حضرتك يعني بالنسبه لحمله الدكتور مرسي، ما توقعاتكم في الحمله بشان تعامل الدكتور مرسي اذا ما تولى الرئاسه مع هذا الوضع؟ يعني هو هتولى الرئاسه واحد ملفات الرئيسيه عنده في النهايه اليوم الاولى. الصوت مش واضح بالنسبه لي. بقول لحضرتك انه احد ملفات الرئيسيه للدكتور مرسي في 100 يوم الاولى ملف الامن، فكيف سيتعامل الدكتور مرسي اذا ما تولى الرئاسه مع الوضع القائم على الارض في متمثل في وجود قوات من الشرطة العسكرية وقوات من المخابرات الحربية؟ للأسف مش سامع السؤال. طيب بستأذن حضرتك. طيب حضرتك سامعني كده كويس؟ طيب بنشكر حضرتك الدكتور ياسر علي متحدث باسم حملة دكتور محمد مرسي. برجع تاني في الدكتور صلاح. أستأذن حضرتك بس لأنه يبدو أن الوقت يدهمنا، هو في الداخل هنا لدينا بعض المشكلات يعني حضرتك تفضلت وقلت انك قعدت مع الناس من في القرى ومن ضمن الناس